يا هلا يا سكتو، الآن نفتح المصعد. فتح المصعد، دخلنا أنا وأنت. بيسمع المستثمر وأنا حسألك سؤالين، لما ننتهي منها تبدأ تتكلم وأبدأ أنا أضغط المصعد. إذا وصل الدور 40 هنا حتحصل الدور 40. حنبدأ أنت تجاوب على السؤالين عشان هو يسمع. أنت تدخل عنده ويرحب بكل الناس، وممكن يتكلم معك إنه سمع وجهة نظرك، حاب يسألك أشياء تانية كذا، حاب ما يسألك يقول لك خلاص إن شاء الله حيتصل بك المكتب في حدود أسبوع. واضح؟ كويس كده؟ السؤالين هما هسألك أقول لك إيش هو مشروعك؟ ما هو مشروعك؟ وإيش اسم مشروعك؟ طبعا لازم تكون واضح، لأن لو مشروعك مختصر مثلا أربعة زي ما جانا أربعة حروف فتفصلها، ولو برضو في وصف مشروعك في اختصار تقول مثلا تقول بين قوسين حاجة زي كده. عندنا سوري اكس اي 5 2. اسم مشروعي حلم مستقبلي، اسم سوري ان كافي بين قوسين ستيك. احنا طالعين الآن في المصعد بالدور 40، فسيك 52 اشرح لي مشروعك عشان يسمع المستثمرين. انا اسمي سيك 52، عندي مشروع لم يسبق له من قبل، وهو انتاج الماء من الهواء، وذلك لاستخدامه في صنع القهوة ليعطي مذاق مختلف. ومن المتوقع أن تكون عوائد هذا المشروع تصل إلى 10 ملايين في العام الأول. عوائد المبيعات. عوائد المبيعات. عوائد أم مبيعات؟ المبيعات.